السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع تفسير سلسلة الأسماء في المنام. النهاردة هنتكلم عن تفسير اسم رشاد في المنام. هذا الاسم على ظاهره، طبعا قضية الأسماء علشان برضو نبقى فاهمين، ودي يعني زي ما تقولوا كده قاعدة كلنا نحفظها، الأسماء معظمها على ظاهرها. يعني اسم رشاد بيدل على الوعي، بيدل على الإدراك، بيدل على الرشاد فعلا، بيدل على الاستقامة، بيدل على التوفيق، بيدل على الهداية. الاسم على ظاهره، ولذلك عند رؤية الرجل المتزوج إلى اسم رشاد، هذه الرؤية فيها إشارة على مدى إدراكه ووعيه واستقامته إن شاء الله. فهو من الشخصيات التي تحمل صفات محمودة وليها علاقة بالإيمان. ما هو الاستقامة دي؟ استقامة في إيه؟ في الإيمان، استقامة في تأدية الفرائض إلى آخر هذه الأمور. رؤية اسم رشاد للمرأة المتزوجة، هذه الرؤية تدل على أنها تسير في الطريق الصحيح في تربية أولادها أو في أسرتها بصفة عامة. رؤية البنت العزباء لاسم رشاد في المنام، هذه الرؤية تدل على أنها موفقة في حياتها، ربما في الحياة العلمية إذا كانت تدرس، ما زالت في الدراسة يعني، أو ربما تدل على الصواب في الحياة العملية لو كانت موظفة أو عندها تجارة إلى آخر هذه الأمور. تضرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.